أول نوفمبر مناسبة تاريخية وطنية يعبر فيها الجزائريون عن فخرهم واعتزازهم بالثورة الجزائرية المجيدة. الذكرى 69 تزامنت وعملية طوفان الأقصى، لهذا العلم الجزائري والفلسطيني جنبا إلى جنب في الشرفات مزينين بهما واجهة الأزقة والشوارع. من أجلك عشنا يا وطني نفدي بالروح أراضينا. الجزائري يعلق العلم في شرفة المنزل، أبسط ما قد يعبر به عن تضامنه وفخره. بيان سيغ نعلقوا العلماء في بلادنا باسكو نفتخروا بالبلاد تاعنا، بلاد المليون ونص مليون شهيد، بلادنا اللي ضحى عليها مليون ونص مليون شهيد. نعاودوا نحيوا الذكرى، يعني نتفكروا شهدائنا كيفاش كانوا، وكيف ارتبطت بالقضيه الفلسطينيه كشغل ولات مشتركه هكا، تحسيها انه صح بيناتهم ترابط. انا اليوم خصيصا والله درت هذا الاخر باسكو علاه كشغل حسيت انه صح اليوم الحكايه ترتبط بالقضيه الفلسطينيه، صح ترتبط. ابسط حاجه نقدم لبلادي هذه الوقفه نوقف فيها. يلق زعما نضامنوا مع الفلسطينيين ولو بابسط حاجه، هي ان نعلقوا علم تاعنا مع نتاعهم وخصوصا في هذه المناسبه. 1 نوفمبر هذه ماشي غير في 1 نوفمبر، كل يوم لازم العلم تاعنا الجزائر تاعنا نعلقوها. حاجة باينة، بلادي نموت عليها أنايا، أنا دزاير نموت عليها، كيفاش ما نغرسهاش في ولادي؟ هي أمي، هي أبي، راني يعني عايشة فيها، راني عايشة في ازدهار الحمد لله، خدامة، ما كنتش عندي سكنة، عطاوني سكنة الحمد لله. نعلقوهم في قلبنا، في لي بالكون، في الطرقات، في المحافل الدولية، المحافل تاعنا تاع بلادنا، نفرحوا بدزاير. وشنو فرحة تاعنا توجور تبقى ناقصة، باسكو إخواننا الفلسطينيين يعاني ودراري صغار، نساء العجايز. موقف صغير بمعاني كبيرة، رسالة يمررها المجتمع الجزائري كلما سنحت له الفرصة بأن الجزائر دائما مع فلسطين. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا